الخير، اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي ستروبري جيمز او ماي ميلي جيم. طبعا اليوم انا ابغى اكون سراقة بيوت. شو اسمه فكرة اليوم اني راح اكون اسرق بيت الناس كذي، وطبعا دخلت سيرفر في تنتين قاعدين يسرقوا فاير، فانا راح اكون زيهم، بس اكيد ما حغير سكني الحلو ده، بس حاشيل الشنطة دي عشان كنت العب فبشيلها. دور الشنطة احلى منها، وي في شنطة على شكل اغراض عجيبة. صحيح، وليت جو يلا. طبعا اول شي بصغر سكني، بصيرة بخليك كذا وايد صغير. بعدين ناخذ احتياجاتنا، كيس، قنبلة، ويلا نبدأ. بنبلش بأول بيت. وي ما في بيوت، ما في حد حاطط بيت، استغفر الله. كأنه داخلين سيرفر جديد. اوكي طبعا بطلع وبرجع بدخل عشان ما في حد حاطط بيت فاير. اوكي طبعا الحين طلعت، بقصد دروكي اذن عشان دخلت ما بولس طلعت منه الحين. اوكي يلا بدخل، يلا بسرعة وش داو، يلا. اوكي طبعا الحين دخلت الماب عرب. اوكي الحين اوكي باخذ قنبلة وكيف. اوكي واي لازم داخل دقيقة اراقب. الله هذا حبش كم وايد وايد. لقيت بيت اكيد راح يكون مقفل، مستحيل ما يكون مقفل. ده بيت جديد مفتوح. مفتوح، لا ما في حد. انجيتي. اوكي بحط القنبلة. اهربوا. اوكي يلا بسرعة. طيب شني صغيرة بس صح. شفت بيت نخل بيت يا رب. اوكي صح. بدخل سيرفر تاني. اوكي الحين دخلت عرب، اقسم بالله والله. بما اني ما اقدر اغير الحلقة فخلاص. ايوه لقيت بيوت، بس ده البيت ما فيه باقي الجراف. كنت مرة ادور ما لقيت. اوكي هذا بيت خلصنا، الحين ندخل البيت اللي بعده. اوكي اتوقع اني بوقف هنا يا جماعة. يما بطلع. اوكي دا اخر بيت من جد. وي خلينا نشيل الفلوس. يلا ايش فيني بطيقة.
جو 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 القوي طبعا، بس يا حلوين طبعا.